أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. طب وين راح؟ أنا بإيدي حد الطفولة، وين راح؟ يوه علينا. لك والله بدي كان هون، وين راح؟ قولك ألو دخيل اللي جيب اللبنية كلياتها. هيك بدنا نضل على الشباك بس. إما تنسى على الكافيتريا نشرب لنا فنجان قهوة. إذا قلنا 5 ضرب 5 25. حدود بطيخة قولي. نعم أمي، نعم أمي. وأنا صار لي ساعة بس سخنت، ليش ما عم تردي؟ أمي والله ما سمعتك. قولي لي إيش بدك؟ أنا بدي أنزل أروح عند خالتك. بدي إياك تنظفي البيت، تغسلي البرادي وتمسحي السداج. وشو كمان وشو كمان؟ ايه بتفضي البراد وتنطفي كلياته وبترجعي الاكل وبتنطفي الحمامات، بدي اياهم عبال ما عملتوا الشيك. وشو كمان؟ وجهزي لك شي طبخه رواق ما اجي. ايه وشو كمان؟ وشو كمان؟ تذكري تذكري كمان تذكري. ايش قصدك يا بنت الصرامي؟ يعني انا مفتريه؟ امي لا خلص خلص، لا 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 انت روحي بس لا تاخري. يلا بسرعه قومي، يلا بلشي يلا. بدي اروح عند اختي ومصني. ولو انت ما بتشوفي ما بتحسي ما بتقصي قدامك، ما عندك ضمير، ما شايفتني عم بموت قدامك. خلاص خلاص ولك خلاص، يخرب بيتك من حالك. فتحت راديو، انا عارفين انت بدك تحجج عشان ما توصلني. انا بفرجيك طول بالك ماشي. قولي دخيلكم كل ما عبى او عبى على الارض مش عم صلي ما عم بعرف. قولي اجري. اسمعي اسمعي اسمعي، هي القصيده اللي قلت لك اياها. حبك سرق قلبي واقسم، حبك سرق قلبي واقسم، ان لم تحبيني ساهشمك وساهشم العالم كلياته. شبك امي؟ انا بس بدي اعرف ليش كل واحد بلك بغرفه مطابق حوالي الباب ما بعرف، قوم انت بسرعه بدك توصلني عند خالتك. شو؟ لا امي لا، دخيلك وياك انا تعبان كثير ما خرج امشي منوم. لا تخاف ما راح تمشي. وهيك ايوه سياره بابا انا جاهز. ايه ما بتريدي نمشي هلا؟ يخرب بيتكم من حالكم، قديش طالع لابوك؟ هلا صرت بدك تروح مو؟ تحت امرك يا ست الكل، وين بدك ماخذك؟ حبيب قلبي نحن خلاص وصلنا على المليون، وطبعا بعد كم يوم رح ندخل بشهر رمضان، فرح يكون في فيديوهات اكثر طبعا، ورح يكون في تجهيزات لشهر رمضان، وفي سكتشات بقلب شهر رمضان رح تكون كثير حلوه كمان. فلحد الان عم شوف الفيديو ماله ضغط لايك، انا ما بعرف ايش السبب خليك ما تحط لايك، حط لايك اشتراك بالقناه لانه نحن خلاص قربنا على المليون. فان شاء الله على العيد بنكون وصلنا المليون حتى نعمل حفله كبيره كثير، حتى نعمل جوائز على المليون ان شاء الله. فكذا بكون اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس واصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. قولك يلا معني عم تحكي لساع. يلا عمي جيت جيت يلا اشتركوا انتوا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاد نين بنجك؟ بسرعة عمي بدي اوصلك اروح عند رفقاتي. ها اي طاع 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 بلا رفقاتك بلا زفت. لك هاد نين بنجك؟ انا صرت احسن شوفير بانقرة وريفة. فرجي هلا. اوري اوري دخيلكم اوري اوري دخيلكم اوري 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 اوري. شبك امي؟ شو بك صار لك؟ قولك على مهلك، قولك على مهلك، مش على مهلك يخرب بيتك من حالك. قولك شو بك امي؟ والله لعبتيني، لك لسه ما مشيت انا. لعبتك لعبتك يا ابن الصرامي، في حدا مشغل السياره هيك؟ قولك على مهلك امشي ولي دخيلكم. قلبي يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك، الله يمضي هالنهار على خير بس. خذ بقى هلا على
ولي دخيلكم ولك امشي على مهلك امشي على مهلك يخرب بيتك من حالك. امي والله عم بمشي على مهلي عم بمشي على مهلي ماشي على 20 لك في حدا بيمشي على 20 طلع 20 بدي اياك تمشي على 10 بتعرف تمشي على 10 امشي على 10 يا اخي. منيح هيك السرعة امي؟ عجبتك هيك السرعة ولا بدك ابطأ من هيك السرعة؟ هيك ممتاز هيك ممتاز خليك عم تمشي هيك يا اخي انا هيك عجبني انا هيك مروقة خليك عم تمشي هيك. ايه بس امي هيك اليوم ما بنصل والله اللي ما بصيل عندها انا مشان هيك. وقف 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 بدك طلع هداك المحل الاخضر هذا ببيع حليب كثير كويس زين زين جيبي من عنده تعال خالتي خالتي علي. هلا بدك حليب امي هلا بدك حليب يلا خليك عندي ما تحكي سيارة لو بيجي ها. شلون كان عم سوق السيارة؟ والله ما بين تسواقتها سهلة. إيه لا أنا بدي أسوقها. إيش كان عم سوق يعني؟ والله أنا بعرف بسوق. إيش عمل أول شيء؟ إيه هذا. هيك. هيك. ولي ولي دخيلكم. والله سقط. يوم على الله. ولي هي مشت. هي مشت. ولي دخيلكم حاولي السيارة مشت ولي. دخيلكم ولي يا قبيلكم. وري دقيقة ضروري على بدها حدا. اوف وين راحت السيارة؟ لك وين راحت امي كمان؟ وري دقيقة بدي احاول يلا وقفوا ولك امي ما بتعرفي بتسوقي ايش عم تعملي انت؟ اها جو 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 اها غا اوه اوه اها ها اوه اوه اها ها قولي الله يستر مش مصيبة لك تعمل حادث ولك امي واقفة شو بتعملي انتي ولك شبك شبك عم تعيط شبك ولك امي انتي ما بتعرفي بتسوقي ايش عم تعملي مين قال لك انا اصلا بحسن بسوق اكثر ما ابوك بعرف اسوق ايش معلم مسوار ابوك انا علمته طلع شوف تعال طلعي قدامك امي تعلم على مهلك على مهلك على مهلك بطلع لي قولي قولي الله دخيلكم ولي ظهري ظهري ولي دخيلكم ولي قولي دخيلكم ابنك ابنك المغضوب خبط السيارة وعمل حادث شو؟ لا بابا والله لا كان بدي من روحك إلا